بدلا من 6 ملايين الدكتور علي المصلحي لمصراوي، نحتاج لتقليل مستحقي الخبز لأقل من 1 مليون. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهاردة حنتكلم على تصريحات السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي لمصراوي، والذي يصرح فيها بأننا نحتاج لتقليل مستحقي الخبز لأقل من 1 مليون. طيب، قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك ما يزيد على 6 ملايين مواطن يصرفون الخبز فقط، يتنوعون بين من تم حرمانهم من صرف السلع التموينية أو من تم إضافتهم عام 2012. وأكد المصلحي في تصريحات خاصة أدلى بها لجريدة مصراوي اليوم الأربعاء أننا في حاجة إلى أن يكون الرقم الذي يصرف خبزاً فقط أقل من 1 مليون مواطن لتخفيف الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا نية للإعلان عن محددات جديدة للدعم، وأن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم هو حماية الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل أن تكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم إلى من يستحقه، كما أننا نسعى لأن تكون لدينا منظومة متكاملة عبر احتياجات المواطنين، ولذا في اللجنة المشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها تدقيق بيانات مستحقي الدعم. وعقد رئيس الوزراء اجتماعا منذ أيام يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة البيانات بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل. طيب، ده كان تصريح من وزير التموين والتجارة الداخلية لجريدة اليوم السابع اليوم. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير.